متحف كان هنا عندنا المؤتمر البريدي اللي عام العاشر سنة 1934، فالملك فؤاد الأول أمر بإنشاء المتحف تخليدا للذكرى ديت، ويعرف الناس إيه البريد وإيه خدمات البريد وإيه أهمية البريد في المجتمع. وقعد 6 سنين لما اكتملت معارضاته، وافتتح سنة 1940. كان الملك فؤاد الأول مات في 36، وابنه الملك فاروق جه فتحه بنفسه لاهتمامه بالموضوع ده. والمتحف اتعمل على غرار المتاحف العالمية ساعتها بإنشاءاته بالنسبة للمنشآت واللي هو الأساس بتاعه. وجود أول 3 خطابات موجودين استخدم اتنقل بين مصر أو القاهرة وقبرص في الـ30ينيات. ده شكل البريد ساعتها، اتنقل بالبريد الجوي، وكان عندنا في أوائل استخدام البريد الجوي استخدم في الـ30ينيات. بالنسبة للحمام الزاجل زي ما قلت سيادتك، استخدم في من يعتبر من اول التاريخ، والفراعنه اثبتوا ان هم استخدموا الحمام الزاجل. وعندنا هنا خريطه في عصر المماليك بتبين ان هم استخدموا الحمام الزاجل بطريقه افضل واوضح، وعملوا لهم حظاير وابتدت تتنقل بالجياد عشان قصه الحمام الزاجل عشان تتبادل ما بين الخطوط وبعضها. نستخدم برضه في الحروب العالمية، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية بالنسبة للحمام الزاجل. ده جهاز التلفريك بخلاف جهاز التلغراف. فالتلفريك استخدم عندنا في جبل عتاق هنا في الأماكن غير ممهدة في الـ30ينيات، وكان بينقل الأطعمة وبينقل الخطابات وبينقل الطرود للبريد. شكله زي ما هو موضح كده. اللوحة الموجودة عندنا وران ديت تقريبا مكونة من حوالي أكتر قريب من 15,000 طابع، وهي اصلا ممتلكات الملك فؤاد وهداها لابنه الملك فاروق، لانهم هما الاثنين كانوا مناط الطوابع. واللوحه دي من اصدار تقريبا من الاصدار الثالث، وواحد اجنبي عملها او جمعها بنفس الشكل اللي موجود عليها دي، اللي هو الهرم ابو الهول، وكل طابع صغير، هما 7 طوابع الوان مختلفه برضو الهرم ابو الهول، واتجمعت سنه 1910 زي ما هي شكلها الاول كده. في زي ساعة البريد موجود هنا بدرجاته، مش ساعة البريد بس، ساعة البريد وموظف البريد، سواء كان بالماس الشتويه او الملابس الصيفيه. في اول ما اشتغل البريد ما كانش اصلا ليه 1865، ما كانش ليه زي موحد، ولكن كان في مرة الخديوي بيزور البريد فلبسوهم لبس معين كده، فعجبوا الخديوي اللي هو الخديوي اسماعيل، واقروا زي البريدية. وابتدى بعد كده تطور قصة الزي البريدي واهتموا بيه اكتر من كده.